مبارك عليكم الشهر الفضيل. يمكن تقسيم مرضى الكلى إلى ثلاث مجموعات. بالنسبة للمجموعة الأولى وهم مرضى القصور الكلوي المزمن، فقد يتسبب الصوم نتيجة لنقص السوائل والأملاح في تدهور حالة القصور المزمن، خاصة في حالات التهابات الكلى المزمنة والتكيس الكلوي، ولذلك ينصح مريض القصور الكلوي بمراجعة الطبيب المتابع لحالته لأخذ النصيحة الطبية حسب حالته المرضية قبل الشروع في صوم رمضان. أما بالنسبة للمجموعة الثانية وهم مرضى الفشل الكلوي الذين يقومون بالغسيل الكلوي، يفضل عدم صومهم، ولكن في حالة رغبتهم في الصوم فعليهم استشارة الطبيب المعالج لتقييم إمكانية ذلك. والمجموعة الثالثة وهم المرضى الذين أجريت لهم عملية زراعة الكلى، يمكن لمريض زراعة الكلى الصوم بعد مرور عام إلى عامين من زراعة الكلى له، إذا كان الجسم قد توافق مع الكلى المزروعة بشكل جيد بعد استشارة طبيبه المعالج، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بتناوم الأدوية المناعية حسب التعليمات. أما بالنسبة لمرضى زراعة الكلى الذين لم تستقر حالتهم، فقد يؤدي الصيام إلى تأثيرات ضارة على الكلى المزروعة والجسم، لذلك يجب مراجعة الطبيب المعالج لهم قبل الشروع في صوم رمضان لتقرير إمكانية الصيام من عدمه. أما عن الحالات الأخرى مثل مرضى حصوات الكلى والحالب والمثانة البولية ومرضى التهابات المسالك البولية، فيمكنهم الصيام شرط شرب كميات جيدة من السوائل بعد الإفطار، وكذلك عليهم تجنب التعرض لمجهود الشديد أثناء النهار وتجنب التعرض للحر.